رجال من نصر إلى نصر بإذن الله. سيبها. ليه؟ انت هتقود السيارة بعد ما تنزل إخوانك وجايز تتعرض للتفتيش. مش فاهم. قالوا لك افتح الشنطة، هتعمل ايه؟ هفتحها. وبعدين؟ هقول لهم ده كتاب، ده كشكول، ده مجلة، ده ملف. وده مسدس. على بركة الله. لا، لن ينتصر الإرهاب، لن تموت مصر، فمصر بلد الأمن والأمان. لن يخيفنا أعداء الله الذين يتمسحون بالدين والدين منهم براء. لن ينتصر التخلف، لن تنتصر الجهالة. ستظل مصر كما كانت دائما ترفع لواء النور والتقدم والحضارة. لا، لن ينتصر الإرهاب ولن تموت مصر. شكرا 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 للكاتب الكبير والصحفي القدير الدكتور فؤاد مسعود. فلك الكافر ليوم. يلا بينا.
ايه حصل ايه؟ انت مش عارف انت كنت ماشي على سرعه كام؟ معلش اصل كنت سارح. رخصتك ورخص العربيه لو سمحت. لازم يعني؟ انت هتهزر؟ رخصك. بس الرخص في الشنطه. ده كتاب، ده كشكول، ده نجلة. نداء إلى جميع القوات، حادث ترشح بالأسلحة الآلية على طريق الكرات. على جميع القوات سرعة التوجه إلى مكان تبادل إطلاق النار.